أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إذا علمنا علما يقينيا أن هناك شركة أو شخصا بعينه يساعد الكفار المحاربين أنه تجب علينا مقاطعته، أم أن المقاطعة من صلاحيات الإمام؟ هو هذا من صلاحيات الإمام، المقاطعات التجارية هذه من صلاحيات ولي الأمر، لأنه إذا أمر بالمقاطعة فالرعية كلها تقاطع فيتضرر الكافر. أما إذا قاطعهم الأفراد هذا ما يضرهم، ما يضر الكفار. أنتم بغيت تشري أو ما تشري ما هم سائلين عنك، لكن إذا قاطعتهم الدولة كلها لا شك أنهم يتضررون بهذا. نعم.